مساء الخير. للأسف يمكن أن يصيب سرطان الثدي نساء تقل أعمارهن عن 30 سنة، خصوصاً في دول مثل الجزائر، حيث نلاحظ أن سرطان الثدي يصيب المرأة الشابة، ربما لأن أغلب مكونات المجتمع الجزائري من الشباب. وحسب سجلات السرطان الموجودة في عدة مدن جزائرية مثل سطيف والعاصمة، فإن سرطان الثدي يبدأ من سن 20 أحياناً، وإن أكثر من نصف الحالات تظهر قبل سن 50. هذا العامل إضافة إلى عوامل أخرى يجعلنا نضع سرطان الثدي ضمن المشاكل الصحية الأساسية للمرأة الجزائرية، لأنه يصيبها في أغلب الأحيان في أزهى فترات حياتها، ويحرمها من النشاط العائلي والمهني الذي تقوم به عادة السيدات في مثل هذا العمر. أما بالنسبة للنساء أقل من 30 سنة، فالنسبة ليست مرتفعة، وخطر الإصابة يزيد مع التقدم في العمر ليصل إلى ذروته ما بين 40 و50 سنة. علماً أن الحالات الوراثية العائلية تصيب في كثير من الأحيان نساء تقل أعمارهن عن 30 سنة. وبالنسبة لهذه الشريحة العمرية، من الصعب أن يتم الفحص بواسطة لاماموغرافي، والذي يبدأ بعد سن 40. هذا يعني أنه يمكن الاكتفاء بفحص سنوي يقوم به الطبيب بحثاً عن ورم صغير قد يكون عبارة عن سرطان. وفي المقابل يجب التأكيد على أن 99% من الأورام عند الفتيات هي أورام حميدة لا تستحق القلق أو الخوف، وهي راجعة إلى اضطرابات هرمونية عادية لا تشكل أي خطر على الصحة. ومع سؤال جديد نضرب لكم موعداً جديداً.